السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لا بوزيتيف. معكم إيمان أنوار تازي، نوتريسيونيست كوزميتولوج اي لابورانتين. الوغ الفيديو ديال اليوم، قبل ما نهضر لكم على الموضوع ديال الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انكم بعدا تكونوا دوزتوا العيد ديالكم مزيان. اللي مشاو عند العائله ديالهم تكونوا لقيتوا العائله ديالكم على خير وبخير، زرتوا الحباب ديالكم واخا مع هاد الظروف هادي. المهم ما خصش تكونوا شفتوا الوالدين، شفتوا الاهل، شفتوا الاحباب، وليداتكم جاو عندكم. وكنعتذر لان راه وليت كنطول عليكم في الغيبه، فاستسمح بزاف، كاين شويه ديال التقصير مني وديما كنكررها سورتو في هذه المده هذه، نظرا بزاف ديال الحوايج اللي كيمنعوني والله فوق من الطاقه ديالي، فسمحوا لي بزاف. وكنتمنى انني ملي كنرجع لكم هكذا كنرجع لكم شي حاجه تفيدكم وشي حاجه اللي فريمون كتكونوا كتسناوها وباغين تعرفوا عليها. ونظرا لان الاسئله كانوا كتار على الديرما رولر، فالفيديو ديال اليوم خصصته نيت الحديث على هاد الحويجه هذه اللي بزاف كانوا كيسولوا عليها وبزاف كيهضروا ليها في لي ريزو سوسيو، ما بين الناس، في الصالونات، في يعني كاين بزاف ديال الهضره على الديرما رولر، وبزاف ما كيعرفوش واش يستعملوها واش ما يستعملوهاش، واش امنه واش ما امناش، شنو تصلح لهم، شنو كاع ممكن تعمل. فالفيديو ديال اليوم بزاف ديال الاسئله خاصه بالديرما رولر غادي نحاول نجاوب عليها. الوغ اول سؤال وهو اهم سؤال، واش مزيانه ولا ما مزياناش؟ اه مزيانه، ندير مارولر مزيانه. علاش مزيانه؟ دونك نتوما كما كتشوفوا دابا في الصوره معايا، دير مارولر كتكون بهذا الشكل هذا، هي فيها بزاف ديال الماركات، فيها بزاف ديال القياسات، ولكن وفيها اللي جوتابل كيتستعمل مره واحده، وفيها اللي كيتستعمل عده مرات. دونك نتوما على حسب يعني تتشري وعلى حسب الاستعمال اللي بغيتو. الوغ بالنسبه للديرما رولر كما قلت لكم كتجي في هذا الشكل هذا، هي كتجي عباره على واحد الرولو، يعني واحد عرفتوا بحال الجراره ملي كنبغيو نصاوبوا الحلويات وداكشي، كتكون عندنا واحد الجراره كتمشي هكذا مسننه كتقطع. سي لا ميم شوز، ديرما رولر حتى هي عباره على واحد البكره، عباره على واحد الرولو بحال الرولو ديال الخيط هكذاك، تماما بحال الرولو ديال الخيط، غير هي فيها دي ميكرو ايغوي، فيها بحال السنينات، بحال لي باري لي رقي وقين، هما ماشي رقي وقين كاملين، راه كاين كما شرحت لكم فيها قياسات. دونك هي فيها دي ميكرو ايغوي، هاد لي باري هادو مني كتبداو دوزو الديرما رولر كيتكوكو، كيديروا لكم بحال واحد الجريحات رقيقين صغار، هادوك الجريحات هما فين كاين السر. دونك الديرما رولر ما كتطلقش شي ماده، ما كتطلقش شي برودوي، ما كدير حتى شي حاجه، هي السر ديالها في هادوك التكات، في هادوك الجريحات، في هادوك التقيبات اللي كدير لكم. الوغ بالنسبه لكم كاينين قياسات، كاين 0.25، كاين نص، كاين واحد، كاين واحد ونص، وانتم غاديين. والقياسات الكبار كيكونوا خاصين بالجسم. انا بالنسبه ليا الا بغيتو تبداو بداو بنص 0.5 مليمتر، بارك عليكم، لانه نتوما ما متعودينش، ما كتعرفوش تتعاملوا معاها. الوغ تاخذوا وتقدروا كاع تبداو حتى ب 0.25، وانتوما راك بعض المرات كتشري، تقدروا تشري وحده، تقدروا تشرو واحد الباك اللي كيكونوا فيه بزاف ديال القياسات. دونك نتوما كيبقى لكم لو شوا. الوغ باش تقلبوا عليها راه كاينين في لي بارا فارماسي اللي اون لين في انترنيت موجودين، راه باثمنه في متناول، يعني ما غاليينش، وكما قلت لكم هي شي حاجه لي ميكانيك، يعني ماشي ماركات خاصها تكون واعره ويكون الثمن غالي، لا، الاختلاف كيكون في القياسات، اغلبيتهم راه قاعدين الغرض. الوغ بالنسبه للديرما رولر الطريقه ديال الاستعمال ديالها، هي اول حاجه ملي كتجيبوها كتي خصكم تغسلوها مزيان،
يعني في كل شاك مره غادي تستعملوها كي خصكم تغسلوها مزيان. كيفاش تغسلوها مزيان؟ كنشدوها وكنخويو عليها الروبيني، الماء يكون ان جي فور، يعني الماء يجي الروبيني يكون محلو مزيان، حطوها تحت منه وتتغسل، تتغسل مزيان. عاوتاني ملي كتساليو منها كتغسلو منها مزيان باش ما يبقى فيها حتى شي حاجه، لا دم لا حتى شي حاجه تبقى عالقه عليها. كنرشوها كنحاول نشوفها بحال هكا، كنرشوها بالالكول بالكحول الطبي اللي كان لو ديزانفيكتون اللي كان ديزانفيكتيو بيه، دابا ما كاينش شي دار ما فيهاش، كنرشو بها صافي، كنخليوها هكذا كتنشف وكنرجعوها لابواط ديالها قبل كل استعمال تعقيم وبعد كل استعمال تعقيم، الغسل والتعقيم. دونك هذه اول حاجه. لابو ديالكم الوجه ديالكم كي تيخصو يكون مغسول مزيان بالمنظف اللي كتستعملوا، يعني الحاجه اللي كتغسلوا بها وجهكم هي اللي غتغسلوا بها مزيان، ما يكون اثار مكياج، ما يكون اثار بومادات، ما يكون اثار كريمات، ما يكون اثار زيوت، ما يكون اثار اوساخ، حتى شي حاجه، لان حنا راه غنديروا ثقوب ودوك الثقوب كتسمح انه بزاف الحوايج يدخلوا. الوغ كتغسلوا وجهكم مزيان، كتنقيوه مزيان، كينشف مزيان، من بعد كتجيبوا الديرمارولر ديالكم. الوغ طريقه ديال الاستعمال ديالكم سهله، يعني بسيطه، كديروا واحد لو باساج اللي تيكون افقي عمودي ومائل، هادشي اللي كديروا. هذاك لو باساج خص يديكم تكون فريمون خفيفه، لان الا مركتو راه غادي تاديو راسكم بزاف. الا مشيتوا هاد الديرمارولر راه كتستعمل في البيت، ويمكن انكم كتستعمل عند الدرماتولوج في العيادات. دونك في العيادات كيبرك بزاف، لان فريمون خصو يحدث هذاك الجرح نيت، وكيقدر يدير لكم شي كريم مخدر موضعي ويستعمل الديرمارولر. نتوما ما يمكنش تستعملوا هادشي بوحديتكم، لان غتاديو البشره ديالكم وما غتعرفوش تتعاملوا معها، دونك استعملوا غير واحد يعني بطريقه تكون خفيفه بزاف. الوغ كتمشيو كديروا الفايفيان واحد جوج ثلاثة ربعة ديال المرات حتى الخمسة ديال المرات، واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة، وكتمشيو عاوتاني واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة، وكتمشيو هكا واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة. ممكن نتوما ملي كتمشيو مثلا عموديا راه كتمشيو عموديا لكاع البلايص، ملي كتمشيو افقيا راه كتمشيو افقيا لكاع البلايص، ملي كتمشيو هكذا مائلين كاع البلايص هنا 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 حتى كتساليو الوجه ديالكم، يديكم تكون خفيفه. دونك هي الصوره كتوضح مزيان لا تكنيك، افضل من هادشي اللي كنقول لكم دابا. شي مرات انا نستعمل لكم ديمونستراسيون هكذا، دير مال رولر على وجهي باش تشوفوها مزيان. الوغ ملي كتستعملوا كما قلت لكم هاد الصوره هادي راه كتوضح مزيان الطريقه ديال الاستعمال بسيطه. ما كاينش عدد ديال الباساج محدد، من 4 حتى ل 5 المرات كافيه. شي مرات ملي كتولفوا داكشي راه تقدروا توصلوا حتى ل 10 ديال لي باساج. دونك نتوما والتحمل ديال لابو ديالكم، هادي اهم حاجه، يعني لا تكنيك، العبارات اللي كيكونوا في الديرمارولر كيختلفوا. داك العبار اللي كيكون صغير كيقدر يتستحمل حتى يعني العين، ولكن نتوما بداو كما قلت لكم استعملوا الوجه ديالكم فقط 0.5، من بعد راه تقدروا تطلعوا حتى لواحد، بركه عليكم بشويه بشويه، باش لان المره الاولى راه هو راه تيحق الوجه ديالكم تيحمر تيتكم، كتكون واحد لا رياكسيون، هذيك لا رياكسيون راه هي اللي خاصها تكون، زعما ماشي يحمر لكم وجهكم بزاف وتخلعوا هذا، لا، هذيك لا رياكسيون واش مرات تخرج منكم حتى الدم راه عادي جدا، غير هو يديكم تكون خفيفه. دونك هذيك لا رياكسيون شنو هي؟ دابا ملي كديروا دوك تقيبات بالميكرو ايكوي، كي الدماغ ديالكم كيقول ويلي شنو وقع شنو وقع، هذا راه وقع شي حاجه في الوجه ديالها، اجي الالاستين اجي الكولاجين هجوم اجي صوبوا، يعني ديروا واحد الترميم للبشره. ايوا هذاك الكولاجين وهذاك الالاستين هو علاش كنقلبوا، هو اللي غادي يقاد لابو، هو اللي غادي يشكل واحد الدعامه للجلد، ومنها ملي كتبداو على المداومه ديال الديرمارولر
مره واحده في الاسبوع في البدايه حتى لجوج مرات الله يجعل البركه ما تكثروا مني. هكذا كيبدا لابو ديالكم كتولي كترجع المرونه ديالها، كترجع اللمعه ديالها، كترجع النضاره ديالها، وكتولي حتى دوك لي غيد اللي كيكونوا لي غيديول اللي كيكونوا رقيقين وداكشي كيبداو يتختفى واحد شويه. ماشي المهم ما كيبقاوش يبانوا كما كانوا هكذاك باينين. وحتى ملي تيكونوا دوك الاثار ديال الندوب، اثار ديال الحبوب، فهي كتعاون بزاف انهم كيمشيو. يعني ماشي شي حاجه اللي سحريه غدوزوها، ولكن عندها واحد لافي مزيان، سورتو ان لو بري ديالها هذا ما غتمشيوش للمراكز ولا تيش حاجه. داكشي ديال المراكز راه يجيبوا لداركم، ما تصاوبوه لراسكم. واحد الحاجه اخرى، ملي كيكون لابو ديالك التيغي ولا كيكون لابو ديالك فيها الحبوب ولا كتكون واحد البوسي داكني، ممنوع انك تستعملي الديرما رولر في ديك الوقيته هذه، ما تستعمليهاش. خصك يكون لابو ديالك سان، يكون مزيان، ما فيه حتى شي مشاكل، عاد تقدروا تستعملوها. دونك ملي تتكون الحبوب نايضه وداكشي ما كندوزوش الديرما رولر على الحبوب. هي كتعاون ان الاثار ديال الحبوب ما كتبقاش تبان، ودوك حتى دوك الثقوب كيبداو شويه كيتحسن المظهر ديال الوجه، ولكن انها تحيد لك الحبوب وهما نايضين دون، ما بالعكس عاد ما غادي تاغرافي لكم لا سيتوياسيون. الناس اللي عندهم غوزاسي، الناس اللي عندهم اون بو تري رياكتيف، وهذا ما يستعملوش ديرما رولر، لانها كوميم راها شويه مجهده عليهم هما لابو ديالهم. اي حاجه كتحسس منها ميم راه غير الخيار الا حطوا على وجه ديالهم يقدر يأذيهم. درتي الديرما رولر غديريها بالليل، ما ديريهاش بالنهار، ما غديريهاش وتمشي للسونا ولا لابيسين ولا البحر ولا الحمام ولا شي حاجه سخونه، لا تديريها وتترتاحي. دونك كاينين بعض الناس اللي شنو كيستعملوا، وهذه حتى كانت شائعه من بين بعض لي ديرماتولوج كينصحوا بها وبعض الناس اللي في لي ريزو سوسيو، تيقول لك باش تزيد الفعاليه ديال السيروم ديال فيتامين سي ولا الكريمات ديال فيتامين سي، غادي ديري واحد اون كريم على وجهك اللي فيها فيتامين سي، ومن بعد غتبقاي دوزي الديرما رولر. هكا ملي كيوقعوا دوك الثقوب كيدخل الفيتامين سي مزيان. انا تنقول لكم عمركم تستعملوا هذه القضيه، حتى شي حاجه ما تستعملوها على وجهكم لو مومون اللي كتكونوا غادي دوزوا فيه الديرما رولر. لي بروف سي كو بزاف ديال الحالات في بلدان مختلفه، فحال هذه الحاله هذه اللي كتشوفوا الحبوب اللي نادو ليها وحبوب اللي تحت الجلد والشكل ديالهم تيبيك وفي شكل هادو نتيجه ديال استعمال كريم او سيروم ديال فيتامين سي مع الديرما رولر. دونك هنا ما تستعملوا حتى شي حاجه معاه، اون فوا ملي كتساليو ديك الساعه تقدروا تستعملوا، ترتاحوا شويه وتستعملوا فقط اون كريم ايدغاتونت اللي تكون ابيزونت اللي كترتح لكم البشره ديالكم. سينو ما تستعملوا داك النهار حتى شي حاجه. عمركم ما تستعملوا ديرما رولر تستناو شي وتستعملوا شي حاجه فيها لي زاسيد دو فروي، ولا تستعملوا شي مقشر، ولا تستعملوا شي حاجه فيها الفيتامين ا، ولا تستعملوا ديفيرين الناس اللي كيستعملوها، لا هذا الشيء كامل ما تستعملوش نهائيا، لانه كوميم هذوك سي دي برودوي اللي لي زاكتيف ديالهم قويين، وانتم درتوا واحد لا تكنيك اللي كوميم كتعتبر قويه. الوغ لابو ديالنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الديرما رولر، سي فغي كتعطي دي زيفي زوينين، ولكن خاص يكون شويه ديال الحرص، نكونوا كنعرفوا نتعاملوا معها، تكون يدينا خفيفه، ماشي حنا نديروا الكثره. راه الا وركت صافي راه غادي نحفز وغادي ما عرفتش كيفاش غادي نرجع، نو هي بشويه اي تكنيك خفيفه الديرما رولر كدوز هي بشويه 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 صافي، وغادي تعطيكم ان شاء الله لي في كيبان دغيا دغيا، ماشي ما كيتعطلش بزاف، غير هو كما كنقول لكم دائما لا تكنيك تكون مزيانه، والتزموا بهاد الامور هذه اللي تنقول عليكم. ولا كنتو كديروا الديرما رولر راه ماشي بالضروره انك راه استعملتي الكريم مثلا اونتي غيد من موراها صافي راه غادي تحفزيها، نو انت راه حفزتي جديد الخلايا وديكشي، وغادي كتعاوني ان يدخلوا لي زاكتيف الاخرين، ماشي بالضروره لاكتيف اولا الكريم تستعمل مباشره من بعد لا تكنيك اللي درتي، نو راه كتستعمل دائما ديك لونتيغي ديالك مثلا راه كديريها مدخليها في الروتين اليومي ديالك. مهم يعني ما كنعاود ننصحكم وكنعاود ناكد عليكم ان ديرما رولر كدار على اون بو اللي كتكون نقيه مغسوله مزيان منشفه، والديرما رولر تكون حتى هي مغسوله مزيان انجي فور ديال الماء ثم معقمه بالالكول، عاد ممكن تبداو الخدمه ديالكم اللي كدار لا نوي.
فيتامين سي تديروه يفضل الكريمات او السيروم في الصباح من تحت من ليكرون سولير ديالكم كيعطي اون بون مين وكيعطي واحد ليفي احسن. فوالا دونك كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم. نتمنى نكون وضحت لكم كاع الامور اللي بغيتوا تعرفوها على ديرما رولر. اي سؤال مرحبا، نلقاكم على خير فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين تنقول لكم خليت لكم بالراحه.